هذا غير صحيح البتة. لم يتم اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بالقوى الاستهلاكية. هناك من أطواف النشاط بصفة عادية في هذا الميدان. من جانفي 2018 إلى حدود شهر جوان 2018، معناتها في 6 شهور الأولانيين نتاع 2018، فما زيادة بحوالي 765 مليون دينار اقتراض إضافي. وهي في بعض الحالات شر لابد منه، لأنه المستهلك التونسي ساعات يمشي يدين اضطرارا لاختيارا.